معنا أول اتصال، منيرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ بغيت أسأل الله بخير يعافيك عن وعافية. حلمين على السريع. نعم. الحلم الأول كنا يعني بخضار، كنا ببر، فعند زوجي بعارين، وأقول له ليش بعت ألبل وشريت بقر، واجد البقر وفي أرض خضراء. قال لي لا أحسن من ألبل، بدلتهم فيها، بس إيش رأيك فيها؟ قلت والله حلوات، فيهم صغار وفيهم كبار البقر هذولا. الحلم الثاني هو صدق إني زار رقي بالبيت بالحديقة، بس كني بالمنام طلعت رحت عندي 3 رقيات مستويات، في واحدة صغيرة أخذت صغيرة باكلها، قال لي لا لا تعالي خذي هذه الكبيرة خضراء، شلعها وعطاني إياها، خلى سنتين أخذت بس الكبيرة خضراء، بس خضارها يجيب العافية يعني بالحلم، خضرة حيل إن شاء كنا الله. يقول كليها إن شاء الله. وبس مشكور جزاك الله. حياك الله، هلا مرحبا. هذه الرؤية إن شاء الله رؤية خير، رؤية الخضرة في المنام في الغالب ما تدل على حسنات وصدقات وأعمال صالحة. البر في المنام إذا كان يعني وسيع وجميل فالغالب ما يدل على توفيق لصاحبة الرؤية من ناحية الحياة الطويلة. أما بالنسبة للإبل في المنام إذا اجتمعت وكثرت تدل على المال الكثير والمتنوع من ذرية ومن مال حقيقي، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي، قال لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل. كذلك البقر الكثيرة تبين وتفسر بالسنوات الجميلة، وهذه السنوات الجميلة بحسب سمنة هذا البقر، كما قال تبارك وتعالى 7 بقرات سمان. فبالتالي عبروا العلماء وعبرها يوسف عليه الصلاة والسلام بأن هناك 7 سنوات فيها خير كثير، فيؤخذ من ذلك أن البقر الكثير السمين يبين على السنوات الكثيرة المقبلة قد يكون فيها خير كثير. أما الرقي في المنام وأخذت الرقية الكبيرة، أقول حقيقة أن إذا كان في مجال يا منيرة أنك يعني تحملين، قد تحملين ربما تحملين يعني بنت أو ولد، لكن صفته صالح وقريب منكم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، والعلم عند الله. نواف.